ممدوح اسماعيل النخال. تعرف رحب فيك استاذ ممدوح. استاذ ممدوح وش الكلمه اللي حابب توجهها للعريس رامي؟ اول شيء ربي يوفقه ان شاء الله في حياته الزوجيه ان شاء الله ويسعده ان شاء الله. وصيتك كذلك التي تقدمها له؟ نعم. الوصيه اللي تقدمها له؟ انه يواصل حياته ان شاء الله ويسعد ربي ان شاء الله. هذه الليله ماذا تمثل للذين يتزوجون؟ الله يعينهم ويوفقهم ان شاء الله. يعطيك الف عافيه استاذ ان شاء الله. اذا كذلك الان معنا احد الحاضرين واحد ربما الذين عاشوا الحياه الزوجيه وربما يعيشون فيها الى يومنا هذا. نتعرف عليك يا عم اسماعيل خليل ابراهيم. الله يحييك يا عم اسماعيل. وش الكلمه اللي حابب توجهها للعريس رامي عبد الرحيم؟ اقول الله يسعده. الله يسعده وان شاء الله ربنا يمني بالذريه الصالحه ان شاء الله. امين يا رب. كلمتك للشباب، وش وصيتك للشباب اللي لم يتزوجوا حتى الان؟ الشباب اللي ما عنده هذا ما عليه شيء، واللي عنده ربنا يسهل له بالجواز ان شاء الله. امين يا رب. وصيتك كذلك للعريس؟ للعريس انه يسعد البنت يعني يتحافظ عليها وعلى الحياه الزوجيه، يستمر طول حياته. عم اسماعيل، ليش بعض الشباب ينظرون الى الزواج بانه سجن وما الى ذلك؟ يعني صعبون الموضوع وهو سهل. هذول ما عندهم فكره يعني جادة على أن الزواج يحفظ بدنه ويحفظ دينه ويحفظ كل شيء يحفظه، فعشان كده هو مرتد. إذا يعطيك العافية جميعا. أي خدمة يا هلا. إذا العم إسماعيل وكأنه أراد القول بأن التجربة هي أم القيادة كما قال نيلسون مانديلا. كذلك معنا الآن أحد الحاضرين المتواجدين، نتعرف عليك عم إبراهيم نخال. أستاذ إبراهيم رحب فيك ونقول لك مساء الخير. مساء مرحبا. كلمتك للعريس رامي؟ مبدئيا نقول له ألف مبروك ونتمنى له بالحياة السعيدة إن شاء الله. وش الوصية اللي حابب تقدمها للشباب أو توجهها للشباب الذين لم يتزوجوا حتى الآن رغم أنهم قادرين لكن يصعبون الموضوع ويقولون فيما بعد؟ يعني يفكروا في الأمور بتأني وروية ويفكروا في الأمور بشكل أوسع، يعني ما يدخلون من الناحية المادية بس، من الناحية الدينية ومن الناحية الاجتماعية من جميع النواحي ينظرونه. لمن أراد الزواج ما هو أهم شيء يعني حتى يتزوج الإنسان؟ شو الشيء الأساسي يعني اللي يتطلب الزواج؟ من أي ناحية يصف؟ يعني من الشباب أنت تقول يعني ما يعتمدون على المادة، قصدت عدم الاعتماد على المادة؟ يعني عدم الاعتماد على المادة بشكل كلي قصدي. الآن في إسراف صار في طلبه للمادة وفي تصريفه للأمور الاقتصادية، فهذا يسبب له مشاكل اجتماعية. طيب وصيتك للعريس رامي؟ وصيتي للعريس رامي انه يتقي الله، يتقي الله في اموره وتمشي الامور ان شاء الله. اذا يعطيك العافيه وشاكرين لك. حياك الله. كذلك نتعرف على احد الحاضرين الموجودين والمتواجدين والحاضرين بابتسامه عن ايضا. تعرف عليك يا عم؟ رمضان موسى محمد. الله يحييك يا عم رمضان. وش الكلمه اللي حابب توجهها للعريس رامي؟ الف الف مبروك وربنا يوفقهم.